السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض حل كتاب جيم للصف الثاني الاعدادي المنهج الجديد لعام 2021، وهنحل النهاردة تمارين الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثانية. هنبدأ كده مع بعض بحل سؤال التشوز. نمبر 1، children should be careful when they use the knife because it's very، يعني بيقول هنا الاطفال يجب انهم يكون عندهم حرص لما يستخدموا السكينة لأنها إيه؟ هنوصفها بقى أو هنوصف السكينة لأنها إيه بقى؟ very quick يعني سريعة جدا، ولا very wet اللي هي معناها مبللة جدا، ولا very sharp اللي هي معناها حادة جدا، ولا very hard يعني صلبة جدا. طبعا إحنا هنستخدم هنا very sharp عشان نوصف السكينة إنها حادة جدا، وبالتالي يجب إنهم يكون عندهم إيه؟ حرص. نمبر 2 معانا هنا بيقول when people travel، لما الناس بيسافروا they put their clothes in، بيحط الملابس بتاعتهم فيه، بيحطها في ايه بقى؟ اللي هي suits اللي هي معناها بدل، ولا suitcases اللي هي معناها حقائب السفر، ولا shopping bags اللي هي حقائب التسوق، ولا كلمة sacks اللي هي معناها الاكياس اللي هي البلاستيك. طبعا هنا الاجابة الصحيحة تكون ايه؟ suitcases اللي هي معناها حقائب السفر. نمبر 3، my friend's sister يعني اخت صديقي is going to get married، سوف ايه؟ تتزوج. وبعد كده بيقول لي so لذلك he invited me to her، عشان كده هو دعاني على ايه؟ على her ايه بقى؟ wedding اللي هو حفل زفاف، ولا birthday اللي هو عيد ميلاد، ولا picnic اللي هي نزهة، ولا journey اللي هي رحلة. طبعا اكيد دعاني على حفل زفافها، wedding. 4، I went with my mother to the market، أنا ذهبت مع والدتي إلى الماركت إلى السوق. It was very busy، كان زحمة جدا. There were lots of، كان في كثير من إيه؟ من sellers اللي هم البائعون، ولا crowds اللي هم الحشد أو الجمهور أو الناس يعني، ولا messengers اللي هم الرسل اللي هو الأشخاص اللي أنا ببعتهم عشان يوصلوا رسالة للناس يعني، ولا workers اللي هم العمال. طبعا في كان في ايه؟ crowds اللي هو معناه ايه؟ حشد او جمهور يعني. نمبر 5 هنا بيقول لي every teacher should، كل مدرس يجب ان هو ايه؟ students kindly، بيعمل ايه مع طلابه؟ بلطف. يا ترى بقى hurt اللي هو معناه يؤلم او يؤذي، ولا wave بمعنى يلوح او يشاور بيده، ولا treat اللي هي معناها يعامل، ولا hit يعني يضرب. طبعا الاجابة الصحيحة هنا ان احنا نستخدم الverb اللي هو treat عشان اقول treat students kindly اللي هو معناها بيعامل طلابه ايه؟ بلطف. وكلمة treat احنا ممكن نستخدمها استخدام اخر غير يعامل، ممكن نستخدمها بمعنى يعالج، يبقى treat يعامل او يعالج. نمبر 6 هنا بيقولي the zebra has، يعني الحمار الوحشي لديه او بيمتلك ايه؟ skin اللي هو معناها جلد. يا ترى بقى هنوصف الجلد بتاع الحمار الوحشي ان هو ايه؟ heavy يعني ثقيل، ولا colorful يعني ملون او زاهي يعني به الوان كتير يعني، ولا stripped اللي هو معناها مخطط او مؤلم، ولا plain اللي هو معناها سادة. طبعا الحمار الوحشي بيكون الجلد بتاعه بيكون مخطط بابيض واسود، وبالتالي الفعل الصحيح هنا ان احنا او الصفه الصحيحه هي كلمه ايه؟ stripped اللي هي معناها مخطط او مؤلم. نمبر 7 بيقول I like watching films for احمد حلمي، انا بحب مشاهده افلام احمد حلمي. ليه بقى؟ he's really لانه هو ايه؟ funny يعني مضحك، ولا boring اللي هو معناها ممل، ولا sad يعني حزين، ولا difficult يعني صعب. طبعا اكيد انا بحب احمد حلمي عشان هو شخصية ايه؟ funny، وكلنا طبعا عارفين الموضوع ده اللي هو معناه ايه؟ مرح او مضحك يعني. نمبر 8 هنا بيقول he wants to be a pilot، يعني هو عاوز يبقى طيار. to لكي ايه بقى؟ a plane عشان يعمل في الطائرة بقى، اللي هي ride يعني اللي هو معناها يركب، ولا drive اللي هو معناها يقود او يسوق، ولا fly اللي معناها يطير، ولا catch لا معنى يلحق. طبعا الفعل اللي بيجي مع كلمة plane هو كلمة fly. طبعا fly تيجي مع كلمة plane اللي هي معناها طائرة ركاب، وتيجي كمان مع كلمة kite اللي هي معناها طائرة ورقية. fly a plane بمعنى يطير الطائرة. number 9 هنا بيقول لي you should be، يجب ان تكون ايه؟ with your neighbors مع جيرانك. تكون ايه بقى مع جيرانك بقى؟ friendly يعني ودود، ولا ugly يعني قبيح، ولا rude يعني وقح، ولا lazy اللي هو معناه كسول. طبعا لازم نكون كلنا friendly مع جيراننا يعني اللي هو معناها ودود. number 10 بيقول لي to be، لكي تكون is to be happy about the good things in your life، يعني ان انت تكون ايه؟
ان انت تكون سعيد مع كل الاشياء اللي موجودة في حياتك. طبعا الواحد لما يكون سعيد هنا بكل الحاجات اللي موجودة في حياته بيكون شاكر وعنده رضا. الإجابة بقى هنا هتبقى lonely اللي هي معناها يشعر بالوحدة، ولا worried اللي هي معناها قلق، ولا grateful اللي هو معناها شاكر، ولا greedy اللي هو معناها جشع أو طماع. طبعا الإجابة الصحيحة هنا هتبقى كلمة إيه؟ grateful، اللي هي تدي الإكسبريشن أو التعريف بتاعها الكلام اللي فوق ده، اللي هو معناه أولاد إن أنت بتحس بالسعادة قلت بخصوص الأشياء الجيدة في حياتك. نمبر 11 هنا بيقول لي my mother always، انا والدتي دايما. بعد كده clothes in the sun to dry، بتعمل ايه في الملابس في الشمس عشان تجف، اللي هي بقى كلمة shares يعني يشارك، ولا hangs يعني تعلق، ولا divides اللي هي معناها تقسم، ولا spills اللي هي معناها يسكب اللي هو يكب يعني حاجة. طبعا الإجابة الصحيحة هنا الفعل المناسب اللي بيجي مع كلمة clothes اللي هي معناها الملابس هي كلمة hang، وكنا اصلا واخدينها في الابتدائي قبل كده في سنه خمسة كان عندها حاجه اسمها hang of the clothes اللي هو معناها يعلق الايه الملابس. نمبر 12 هنا بيقول students who can't see well، يعني الاطفال او سوري الطلاب اللي ما بيشوفوش بشكل كويس should sit in the، يجب ان هم يقعدوا فين of the class، من يقعدوا فين بقى في الفصل بقى، في اللي هو حاجه اسمها foreground اللي هي المقدمه، ولا background يعني في المؤخرة، ولا underground يعني تحت الأرض، ولا playground اللي هو الملعب. طبعا أكيد الناس اللي ما بتشوفش كويس أو نظرها ضعيف بتقعد في foreground اللي هي معناها المقدمة، في مقدمة الفصل. 13 people prefer to wear، يعني الناس بيفضلوا ان هم يرتدوا clothes in the summer، بيلبسوا يحبوا ان هم يلبسوا ملابس ايه في الصيف. يا ترى بقى ملابس heavy ثقيلة، ولا dark يعني غامقة اللي هو لونها غامق يعني، ولا light يعني خفيفة، ولا black يعني سودة. طبعا بيحبوا يلبسوا أولاد ايه هدوم light يعني هدوم خفيفة في الصيف يعني عشان الجو بيكون حر وكده. 14 تعالوا بقى دلوقتي هنحل الاكسرسايزز اللي موجودة على اللانجوج اللي هو موجودة على درس الجرامر، واللي كان طبعا واللي موجود معانا الأول في page 85، والدرس ده ولاد بيكلمنا على الصفات والظروف، وان الصفة بتوصف الاسم، وان الظرف بيوصف الفعل وبيعرفني الفعل بتاع الجملة بيحصل ازاي او بيتم ازاي. فتعالى كده نشوف بقى الاسئلة اللي هتيجي على الكلام ده. نمبر 1 معانا هنا في سؤال اللي تشوز بيقول the story was very funny، يعني القصة كانت مضحكة جدا. وبعد كده بيقول لي the children laughed، يعني الاطفال ضحكوا. ضحكوا بايه بقى؟ ضحكوا يا ترى happily بسعادة، ولا happy سعيد، ولا ساد يعني حزين، ولا سادلي يعني بحزن. طبعا بما ان القصة كانت فاني يبقى انا اكيد هستخدم يا اما هابلي يا اما ايه هابي. طبعا الاختيار الصحيح يا اولاد ان احنا نستخدم الظرف، لان الظرف يا اولاد انا هستخدم هابي اللي هو الظرف عشان يوصف الايه الفعل اللي هو لافت، لان انا عاوز اعرف هم ضحكوا ازاي. يبقى هنا بيقول ان هم ضحكوا بسعادة او ضحكوا بشكل ايه سعيد. اوكي، يبقى تفرق ما بين الصفة والظرف ازاي، ان الظرف اللي هو في الواي ده في الغالب بيوصف لي الفعل، بيعرفني الفعل حصل ازاي، انما هابي بتوصف اشخاص او توصف بها مثلا حيوان او توصف بها بيت، يعني بتوصف اسم. اوكي، مش بتوصف ليه الفعل. نمبر 2 بيقول لي it was a terrible accident، يعني كانت حادثة فظيعة. بعد كده بيقول لي she hurt her leg، يعني هي جرحت او اذت رجليها بشكل ايه بقى. احنا عاوزين هنا ظرف عشان يعرفني الفعل اللي هو يؤذي ده حصل ازاي، يعني اذت رجليها ولا جرحت رجليها ازاي. كلمة worst هنا معناها الاسوأ، ولا worse يعني سيء، ولا bad يعني سيء برضو، ولا badly معناها بشكل سيء. يبقى احنا محتاجين ليه الظرف، وما فيش الا ظرف واحد اللي هو كلمة ايه badly. يبقى اكيد هنا بقول ان هي اذت رجليها بشكل سيء. نمبر 3 هنا بقول I always study، انا دايما بذاكر for my exams للاختبارات بتاعتي. يبقى انا اكيد عاوز برضو ظرف عشان اعرف هنا او يعني اعرفكم انا بذاكر ازاي، بذاكر باجتهاد مثلا. يبقى هتبقى bad، طبعا bad دي صفة يبقى ما تنفعش اللي هي معناها سيء، ولا hardly اللي هي معناها بالكاد، ولا hard اللي هي معناها بجد، ولا good يعني جيد. طبعا احنا محتاجين لمين؟ لهارد. هارد بقى من الصفات اللي بتنفع صفة وتنفع ظرف بدون اي تغيير، يعني هارد دي صفة وبرضو الظرف منها اولاد ايه هارد بنفس الشكل بدون اي تغيير.
هارد الصفة معناها صعب، اوكي، و هارد اللي هي الظرف معناها باجتهاد، وانا عاوزها هنا باجتهاد او بجد. يبقى هقول ايه؟ I always study hard، انا دايما بذاكر باجتهاد او بجد، for my exams، لاختباراتي، للامتحانات بتاعتي. No no no. Number four هنا بيقول لي sometimes I need my teacher to talk، يعني بيقول انا احيانا بحتاج المدرس بتاعي يتحدث. بعد كده so I can understand her better، عشان اقدر افهمها بشكل افضل. يبقى انا عاوز المدرس او المدرسة بتاعتي هنا تتكلم بشكل ايه؟ يبقى انا عاوز ظرف يوصف لي طريقة التحدث هنا بتاعة المدرس، ويوصف لي الفعل بتاع الجملة. طيب يا ترى بقى هنقول ايه؟ slowly يعني ببطء، ولا slow بطيء، ولا slower يعني ابطأ، ولا slowest يعني الابطأ؟ يبقى احنا اتفقنا ان انا محتاج لمين؟ لظرف عشان يوصف الفعل، وبالتالي الظرف هنا اللي فيه الايه؟ ال ly، عشان اقول ان هو يتحدث او تتحدث بشكل بطيء او ببطء. نمبر 5 هنا بيقول he is a، وبعد كده driver، يا ترى هو سائق ماله؟ يبقى احنا كده عاوزين يا اولاد هنا ايه؟ عاوزين صفة عشان توصف لي مين؟ توصف لي السائق. يا ترى هو سائق ايه؟ كويس ولا وحش؟ متهور ولا عاقل ولا ايه بالظبط؟ يبقى احنا هنا محتاجين لصفة من الظرف. في الجملة التانية بقى بيوضح لي انت هتوصفه ان هو سائق ايه. He drives very carefully، يعني هو بيسوق بحرص جدا وبدقة وبعناية وباهتمام. يا ترى بقى هنوصف ان هو سائق ايه؟ carefully يعني بحرص، ولا careful يعني حريص، ولا careless يعني مهمل، ولا carelessly يعني بشكل مهمل؟ يبقى احنا محتاجين ان احنا نوصفه بايه؟ بصفة ايه؟ careful، عشان اقول ان هو سائق حريص او دقيق يعني. اوكي؟ طيب نمبر 6 هنا بيقول if you play music، لو انت بتلعب موسيقى او بتعزف على موسيقى، بعد كده بيقول لي you'll hurt your ears، يعني هتؤذي او هتجرح الايرز بتاعتك اللي هي ودانك. يبقى لو انت بتعزف على الموسيقى بشكل ايه بقى؟ يبقى انت عاوز هنا لظرف يعرفني طريقة العزف هتبقى عاملة ازاي، اللي هو توصف الفعل يعني، اللي هي ايه بقى؟ quiet يعني هادئ quiet، ولا quietly اللي هو معناها بشكل هادئ، ولا slowly معناها بشكل بطيء، ولا loudly بشكل مرتفع؟ طبعا الاجابة الصحيحة هنا اللي هي تبقى كلمة ايه؟ loud. ليه بقى؟ عشان يبقى معنى الجملة ايه؟ بيقول لي if you play music loudly، لو انت عزفت على الموسيقى بشكل مرتفع، طبعا هتأذي مين؟ هتأذي ودانك. نمبر 7 معانا هنا بيقول لي walk، يعني بيقول لي امشي، يا ترى امشي بشكل ايه؟ or you may miss the bus، والا هتفقد الايه؟ الاتوبيس، او مش هتلحق الاتوبيس. يبقى اكيد هنا عاوزني استخدم ظرف هنا عشان يعرفني الفعل ده هيتم ازاي. يا ترى امشي بشكل ايه؟ امشي ازاي؟ quick سريع؟ لا، ده صفة، يبقى ما تنفعش. طيب fast هنا تنفع بمعنى سريع كصفة، وتنفع بمعنى بسرعة كظرف. اوكي طيب بعد كده slow دي بطيء، لا دي صفة مش هتنفع. slowly ببطء، يبقى انا محتاج مين؟ محتاج fast اللي هي معناها بسرعة، ومحتاج slowly اللي هي معناها ببطء. يا ترى بقى هيمشي ببطء ولا بسرعة؟ طبعا هنا هو عاوز يقول لي ايه؟ walk fast، امشي بسرعة، والا مش ممكن ما تلحقش الايه؟ الاتوبيس. يبقى بالتالي الاجابة الصحيحة هتبقى ايه؟ هتبقى fast. نمبر 8 هنا بيقول we slept well، يعني احنا نمنا بشكل كويس، in our، وبعد كده bed، نمنا بشكل كويس في السرير بتاعنا اللي هو ماله. يبقى احنا محتاجين هنا لصفة عشان توصف لي الايه؟ توصف لي الاسم هنا اللي هو السرير. يا ترى السرير بتاعنا اللي احنا نمنا فيه بشكل كويس ده وبشكل جيد، كان عامل ازاي السرير ده؟ comfortable يعني مريح، ولا comfortably يعني بشكل مريح، ولا bad يعني سيء، ولا badly معناه بشكل سيء؟ طبعا انا هوصف السرير هنا يا اولاد اللي هو ايه؟ comfortable يعني مريح، عشان كده احنا نبنى بشكل ايه؟ كويس. نمبر 9 هنا بيقول it is at the end of the day، يعني في نهاية اليوم، and the guests are، والضيوف مالهم بقى؟ leaving اللي هو معناه يغادر. يا ترى كانوا بيغادروا بايه؟ ده طبعا leaving هنا ده فعل، يبقى انا محتاج لمين؟ محتاج لظرف عشان اعرف كانوا بيغادروا المكان ازاي. يا ترى بقى بيغادروا ازاي بقى؟ slow بطيء، طبعا دي صفة مش هتنفع. good يعني جيد، برضو صفة مش هتنفع. slowly يعني ببطء، ولا careless يعني مهمل. طبعا احنا اتفقنا ان انا محتاج لظرف يا اولاد عشان يوصف لي الفعل، وبالتالي الظرف الوحيد اللي موجود قدامنا هو مين؟ slowly، عشان اقول ان في نهاية اليوم الضيوف بدأوا
يغادروا ببطء تدريجيا يعني. طيب question number 2 هنا بيقول لي read and correct the underlined words. number 1 هنا بيقول you drive quiet وبعد كده مديني كلمة dangerous. طبعا هنا كلمة dangerous مش هتنفع عشان هو عاوز لظرف هنا يوصف لي مين؟ يوصف لي drive عشان يعرفني انا بسوق ازاي، وبالتالي محتاج لظرف يوصف لي الفعل. والظرف هنا من كلمة dangerous اللي هي معناها خطير، هحط لها ly تبقى dangerously بشكل خطير. يبقى هيبقى الجملة ايه؟ you drive quite dangerously يعني انت بتسوق الى حد ما بشكل خطير. number 2 هنا بيقول لي this is a very important question يعني ده سؤال مهم جدا. بعد كده بيقول لي please من فضلك think careful before you answer يعني بيقول لي هنا فكر، وبعد كده مديني كلمة حريص قبل ما تجاوب. طبعا لا، المفروض انا هقول لك فكر بحرص او بشكل حريص، وبالتالي انا محتاج هنا للايه؟ محتاج للظرف هنا يا اولاد من careful اللي هو carefully عشان اوصف طريقة الايه التفكير هنا، واوصف الفعل اللي هو think، وبالتالي اقول think carefully يعني فكر بشكل حريص carefully. number 3 بيقول لي you are very well at English يعني هو عاوز يقول لي ان انت كويس جدا في اللغة الانجليزية، وبالتالي انا مش هينفع هنا استخدم will اللي هو الظرف اللي معناه بشكل جيد، انا محتاج هنا للصفة يا اولاد عشان اوصف الشخص اللي هو قدامي بصفة واقول له ان انت جيد في اللغة الانجليزية. وطبعا اللي بيجي بعدها at حتى كمان احنا عارفينها اللي هي معنى جيد فيه اللي هي good at، good at يعني جيد فيه، وهجيب الصفة هنا من will اللي هي good. number 4 هنا بيقول لي she usually arrives lately هي دايما بتصل، ومديني بعد كده كلمة lately اللي هي معناها مؤخرا او اخيرا. طبعا lately ديت مش ظرف من late اللي هي معناها متأخر. اوكي ليه بقى يا مصر؟ عشان يا اولاد عندنا late اصلا تنفع صفة وتنفع ظرف بدون اي اضافات، يعني late صفة وليت برضو تبقى ظرف. مال ليتلي ديت جايبها لي كده عشان يلخبطني، لان ليتلي دي قلت لك معناها مؤخرا او اخيرا، وبالتالي انا محتاج هنا للظرف اللي هو ليت بس. هيبقى معنى الجملة يا مستر بعد ما هتبقى ليت هقول لك ان هي عادة ما بتوصل ايه متأخرا، عادة ما بتوصل متأخرا او عادة ما بتوصل بشكل ايه متأخر يعني. number 5 هنا بيقول لي we lost the football match 4-2 yesterday I don't think we played badly احنا خسرنا المباراة كرة القدم امبارح 4-2، وبعد كده بيقول لي لا اعتقد ان احنا لعبنا وبعد كده badly يعني بشكل سيء. طبعا يا اولاد المفروض والصح ان انا اقول لا اعتقد ان احنا لعبنا بشكل جيد بدليل ان احنا ايه اتغلبنا. اوكي وبالتالي هنا المفروض اجيب بشكل جيد بقى اللي هي غير badly هتبقى ايه؟ هتبقى well. يبقى الظرف المناسب هنا للجملة هيكون ايه؟ well. يبقى خسرنا 4-2 امبارح عشان كده انا بعتقد ان احنا ملعبناش بشكل جيد well. تعالوا بقى دلوقتي هنحل الاكسرسايز على جزء السبيكن، وده موجود معنا في بيج 86. المحادثة هنا اولاد ما بين طوكا وسارة، فطوكا هنا بتقول لسارة hello Sarah What are you doing؟ يعني ماذا تفعل؟ انت بتعمل ايه؟ قالت لها I am looking at my photo album انا ببص على الالبوم او ببص في الالبوم بتاع الصور بتاعي. وبعد كده توقع بتقول لها Can I see your photos؟ هل ممكن ان انا اشوف صورك؟ فردت صارة قالت لها Sure. وبعد كده قالت لها This is a وبعد كده of me and my friends يبقى اكيد بتقول لها بتبدأ بقى توصف لها في الصور وتقول لها ايه دي صورتي انا وصحابي. يبقى تقول لي هنا ايه This is a photo of me and my friends. بعد كده توكا ردت قالت لها It's beautiful ده جميلة جدا. وبعد كده هنا سارة قالت لها It وبعد كده When we were on the school trip يبقى هي عاوزة تقول ان هي بتبين الصورة او بتوضح الصورة ديت عندما كنا في رحلة المدرسة، وبالتالي انا محتاج للفعل اللي هو show اللي معناه يوضح او يبين او يعرض. اوكي طبعا هنا هنستخدمها اولاد shows هنضيف لها s عشان الفاعل بتاع الجملة it،
وطبعا في المضارع البسيط انت مع هي وشي وات، والمفرد بتضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. فبعد كده هنا الطاقة ردت قالت لا tell me about your friends، يعني احكي لي واخبريني كده عن اصحابك. فسارة قالت لها in the، وبعد كده ضفت هنا حاجة قالت لها is my friend Mona، يعني اللي قدامك ديت اللي في النص او اللي كده مثلا ديت صديقتي منى. وبعد كده she was in front of us، يعني هي قدامنا. طيب ايه المعنى اللي بيكون مساوي لكلمة in front of us اللي هو معناه امامنا؟ طبعا عندنا حرف جر كده اسمه foreground اللي معناها في المقدمة، يبقى عاوز تقول ايه؟ في المقدمة صديقتي منى، وبعد كده بتقول ان هي كانت في الامام، كانت امامنا. يبقى بالتالي يا اولاد اللي بتساوي المصطلح دهوت اللي هو in front of اللي هي foreground. فالتوكا هنا بعد كده بتقول لها who's the girl، وبعد كده the left، عاوز تقول لها مين البنت اللي موجودة على الشمال دي، سواء قلت على الشمال قلت على اليمين اللي هو the left the right، الاتنين بيجي معاهم on، حرف الجر ايه؟ on، يبقى on the left على اليسار، on the right على اليمين، يبقى حرف الجر اللي ناقص هنا اللي هي ايه؟ on. بعد كده سارة قالت لها she's Dahlia، يعني اللي على الشمال دي Dahlia، وبعد كده بتقول لها she's in the، وبعد كده t-shirt. يبقى احنا هنا هنوصف التيشيرت بتاعها مثلا وليكن باي صفه، ممكن مثلا واحد يقول she's in the blue t-shirt او she's in the striped t-shirt اللي هي لابسه تيشيرت لونه ايه؟ ازرق، لابسه تيشيرت مثلا مخطط او مقلم زي مثلا ايه؟ زي ما انت عاوز يعني. وبالتالي انا ممكن مثلا هنا استخدم كلمه striped اللي هي معناها مخطط او مقلم، يبقى she's in the striped t-shirt، في اللي هي لابسه تيشيرت مخطط. تعالى بقى دلوقتي هنحل الجنرال اكسرسايزز اللي موجوده على الدرس الثالث والرابع واللي موجوده معانا في بيج 87. هنبدا كده مع بعض بحل سؤال الليسنج. الاول هنقرا الاسئله وبعد كده نشوف النص اللي هو بتاع الاستماع. اول سؤال معانا هنا بيقول لي how many hours should we sleep، يعني كم عدد الساعات التي يجب ان ننامها. نمبر 2 بيقول لي who should you spend your time with، يعني من يجب ان تقضي وقتك ايه معه، مين. نمبر 3 بيقول لي how do you feel when you do something kind for someone، يعني انت بتحس بايه لما بتعمل حاجه لطيفه لشخص ما. نمبر 4 هنا بيقول لي who don't often، who don't often. نمبر 4 هنا بيقول لي who don't often have enough sleep، مين اللي في الغالب ما بيحظوش بنوم كافي. يعني كل ده هنعرفه طبعا لما تسمع مني الجزء اللي سنج. ركز بقى معايا كده. Teenagers don't often sleep enough، they should sleep about 8 hours a night. People need to spend time with their family and also make friends to feel happy. When you do something kind for someone else, you feel really good. هقول لك النص تاني، ركز معايا. Teenagers don't often sleep enough. They should sleep about 8 hours a night. People need to spend time with their family and also make friends to feel happy. When you do something kind for someone else, you feel really good. هقوله لك آخر مرة. Teenagers don't often sleep enough. They should sleep about 8 hours a night. People need to spend time with their family and also make friends to feel happy. When you do something kind for someone else, you feel really good. يبقى أول سؤال معانا هنا بيقول لي how many hours، بيسأل على عدد الساعات بتاعة النوم التي يجب أيه أن أنامها، يبقى كام؟ طبعا الإجابة الصحيحة تبقى 8 hours. Number 2 هنا بيقول لي who should you spend your time with، يعني مع من يجب أن تقضي وقتك معهم. بيقول لي family only، يعني الأسرة فقط، ولا الفريندز only، يعني الأصدقاء فقط، ولا both A و B اللي هي كل من الاختيار ال A و B، ولا neither A nor B، ولا A ولا B. طبعا الإجابة الصحيحة تبقى both A and B، لأن يجب أن احنا نقضي وقتنا مع الفاميلي ومع أصدقائنا كمان، كل ده بيخلينا نشعر بالإيه؟ بالسعادة. نمبر 3 هنا بيقول لي how do you feel when you do something kind for someone، يعني أنت بتحس بإيه لما بتعمل حاجة لشخص آخر أو لشخص ما، بتحس بإيه؟ طبعا الإجابة الصحيحة يا أولاد هتبقى إيه؟ good، اللي هو بتحس بإحساس جيد يعني.
نمبر 4 هنا بيقول لي who don't often have enough sleep، مين اللي في الغالب ما بيحظوش بنوم كافي؟ طبعا اللي هم مين؟ التين ايجرز اللي هم المراهقون، تين ايجرز. Number 2 choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 هنا بيقول لي it's good وبعد كده new friends اللي هو اصدقاء جداد. من الجيد ان انت تعمل ايه؟ اصدقاء جداد او تكون صداقات جديده. ايه بقى الفعل اللي بيجي مع كلمه friends؟ اللي هو make ولا do ولا stay ولا spend؟ طبعا الاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ make، لان make friends معنى يكون اصدقاء. Number 2 هنا بيقول لي the وبعد كده temperature for people is 37 degree، يعني بيقول لي ان درجة الحرارة يا اولاد للاشخاص او للناس اللي هي المفروض الحرارة الطبيعية اللي هي بتكون 37. يا ترى بقى هنا هنستخدم كلمة traditional يعني تقليدي، modern يعني حديث، ولا natural يعني حاجة طبيعية، حاجة طبيعية يعني ربنا اللي خلقها يعني، ولا normal يعني عادي؟ طبعا الاجابة الصحيحة هنا اولاد اللي هي تبقى كلمة normal يعني عادي. انما كلمه ناتشرال اللي هي ناتشرال ديت انت بتوصف بيها مثلا ناتشرال فورس، مثلا غابات طبيعيه، او ناتشرال ريزيرفز يعني محميات طبيعيه كده يعني. انما النورمال هنا بقول ان درجه الحراره العاديه للناس بتكون 37 درجه. نمبر 3 بقول لي should be careful when you sit on rocks، لما تقعد على صخور، because they are، لانهم بيكونوا ايه؟ يبقى لانهم بيكونوا ايزي سهل، ولا دراي يعني جاف، ولا شارب يعني حاد، ولا soft اللي هي معناها لين يعني. طبعا الإجابة الصحيحة هنا اللي هي تبقى كلمة شارب اللي هي بمعنى أي حاد، عشان كده لازم تكون حريص. نمبر 4 هنا بقول it's a kind to smile، يعني من اللطف ان انت تبتسم. وبعد كده the person you meet اللي هو الشخص اللي بتقابله. ايه بقى الفعل اللي هو حرف الجر اللي بيجي مع كلمة smile اللي هو بمعنى smile اللي هو يبتسم في وجه شخص؟ اللي هي smile in بقى، ولا smile to، ولا smile at، ولا smile of؟ طبعا الحرف الجر هنا بيجي مع كلمة smile، بقول smile at اللي هو يبتسم في وجه شخص. وعندك طبعا كنا واخدين حاجة في الابتدائي برضو لو انت فاكرها، كنا واخدين حاجة اسمها يضحك على النكت، كان اسمها laugh at jokes، وبالتالي كلمة laugh هي اللي هي عاملة زي smile، smile يبتسم انها laugh يضحك، ومع ذلك سمايل ولاف الاثنين بيجي بعدهم حرف الجر ايه؟ ات. نمبر 5 هنا بيقول لي ماي سيستر از سيتنج اندر ذا تري، اختي جالسه دلوقتي، لان هنا مستخدم مضارع بسيط مستمر، والمضارع المستمر يا اولاد بيوصف حاجه بتحصل حالا، وبالتالي اختي قاعده دلوقتي تحت الشجره. بيقول لي بعد كده شي از وبعد كده سيلفي، عاوز يقول لي ان هي بتاخد او بتلتقط ايه؟ سيلفي. ايه بقى الفعل اللي بيجي مع كلمة سيلفي، وبيجي كمان مع كلمة بيكتشر، وبيجي كمان مع كلمة فوتو؟ اللي هو دون، ولا تيكن، ولا ميكن، ولا جيتن؟ طبعا الفعل المناسب هنا اللي هو كلمة ايه؟ تيكن. يبقى تيك ا سيلفي اللي هي معناها يلتقط ايه؟ صورة سيلفي يعني. نمبر 6 هنا بيقول لي students should learn to do their school work، يعني الاطفال او الطلاب، سوري، الطلاب يجب ان هم يتعلموا يعملوا الواجب او العمل المدرسي. يا ترى بقى nervously يعني بشكل متوتر، ولا late يعني بشكل متأخر، ولا alone يعني لوحدهم او بمفردهم، ولا lonely اللي معناها يشعر بالوحدة؟ طبعا يا اولاد هنستخدم هنا alone عشان اقول ان هم يعملوا الواجب بمفردهم او لوحدهم، فنميز ما بين الون اللي معناها بمفرده او لوحده يعني زي احنا نقول كده، ولا لونلي اللي هي معناها يشعر بالوحده. نمبر 7 هنا بيقول لي they had a big party، يعني هم عملوا حفله كبيره. وبعد كده بيقول لي they had many، يعني كان عندهم ايه؟ كتير. customers بقى اللي هي معناها زبائن، طبعا لا، guests اللي هي معناها ضيوف، ولا workers يعني عمال، ولا hosts اللي هو معناها مضيف. طبعا كلمه host ده اللي هو الشخص اللي هو بيضيفك، يعني مثلا لو انا رحت لشخص وضيفني، الشخص ده المضيف بتاع ده نقول عليه ايه؟ هوست. انما هنا المفروض استخدم كلمه جيست، لان انا بالنسبه لهم، انا اللي رايح الحفله، انا كده بالنسبه لهم ضيف، فبقول ان هم كان عندهم ضيوف كتير اللي هي كلمه ايه؟ جيست. نمبر 8 هنا بقول I lived in Cairo for more than 10 years، يعني انا عشت في القاهرة اكتر من 10 سنوات. وبعد كده بقول I know it، يعني انا عارفها. عاوز بقى هنا
بتاع ظرف عشان يوصف لي مين؟ يوصف لي الفعل اللي هو يعرف. عارفها ازاي؟ good يعني جيد، ولا more better، ولا the best، ولا well. طبعا يا اولاد الظرف هنا الوحيد اللي هي كلمتي well، يعني عاوز يقول انا عارفها بشكل كويس او بشكل جيد. نمبر 9 هنا بقى بيقول لي I feel really، يعني انا اشعر بايه، وبعد كده بيقول لي because my sister is ill، لان اختي مريضه. عندنا اولاد اللي هي كلمه feel دهيت من ضمن الافعال اللي موجوده في الانجليش اللي لازما بيجي بعدها صفه، خلاص؟ يبقى اول ما تشوف feel اعرف على طول ان انت هتستخدم صفه من الظرف. وبالتالي هنا هيقول لي ايه بقى؟ feel ايه؟ انا حاسس بايه؟ sad حزين، ولا sadly يعني بشكل حزين، ولا happily بشكل سعيد، ولا tiring اللي هي معناها مرهق او متعب. طبعا احنا هنستخدم هنا ايه؟ sad عشان اقول ان انا اشعر بالحزن، يعني I feel really sad because my sister is ill. نمبر 10 بيقول لي the guests found their hotel، يعني الضيوف وجدوا الفندق بتاعهم. بعد كده بيقول لي after they bought a map of the city، بعد ما اشتروا الخريطة بتاعت المدينة وجدوا بقى الفندق بتاعهم بشكل ايه بقى؟ يبقى انا محتاج هنا لظرف يوصف لي الفعل اللي هو ايه؟ يجد. يا ترى وجدوه بشكل ايه؟ بصعوبة، بسهولة، كده يعني. easily هنا اللي معناها بسهولة، ولا ease اللي معناها يسهل شيء، ولا easy يعني سهل، ولا easier اللي معناها ايه؟ اسهل. طبعا هنا اولاد هستخدم كلمة easily اللي هي معناها بشكل سهل، عشان اقول يا اولاد الضيوف وجدوا الفندق بتاعهم بشكل سهل بعد ما اشتروا الخريطة بتاعت المدينة. نمبر 3 هنا بيقول لي read and correct the underlined words. نمبر 1 هنا بيقول لي do you think you speak English good؟ يعني هل انت بتعتقد ان انت بتتحدث لغة انجليزية جيد؟ لا طبعا مش هتنفع، انا محتاج هنا بشكل جيد عشان اوصف مين؟ اوصف الفعل اللي هو speak، عشان اقول يتحدث انجليزي بشكل جيد. فالصفة هنا اللي هي good الظرف منها هيكون ايه؟ well. نمبر 2 بيقول لي بسمله is a love student، وبعد كده بيقول لي she is kind and pleasant. لو تلاحظ هنا ان الكلمه اللي هستخدمها هنا هتحتاجها عشان توصف مين؟ توصف الاسم اللي هي student. يا ترى بسمله دي طالبه ايه؟ يبقى احنا عاوزين نجيب الصفه من love اللي هي lovely. واحد هنا اولاد ممكن يسالني ويقول لي طب lovely هنا يا مستر فيها ال واي، هل هي كده جايه كظرف؟ اقول لك لا، احنا مستخدمينها اي كصفه. هتقول لي طب ازاي صفه وفيها ال واي؟ مش ال واي بيكون في الظرف؟ اقول لك لا، في بعض الحالات الشاذه والنادره اللي في الانجليش ان انت تلاقي الصفه اصلا عندك فيها ال واي، وبالتالي لما بتيجي تستخدمها كظرف برضو بتستخدمها بنفس الشكل، برضو بيكون فيها ال واي، اللي هي زي كلمه ايه؟ لافلي، وكلمه فريندلي عندك اللي معناها ودود، فريندلي فيها ال واي اهيت، وكهي وبستخدمها كصفه، ولما اجي برضه استخدمها كظرف برضه بتكون ايه؟ فريندلي، معناها بشكل ايه؟ ودود. تمام كده؟ طيب نمبر 3 معانا بيقول لي ماي تيتشر سيد ذات سامي وركس، يعني المدرس بيقول ان سامي ده بيعمل، وبعد كده مديني كلمه هاردلي اللي هي معناها بالكاد او بشكل طفيف، يعني ان اور كلاس في الفصل بتاعنا. لا ده هو عاوز يقول ايه؟ ان سامي بيعمل بجد او بشكل ايه؟ مجتهد او باجتهاد. وبالتالي انا محتاج هنا مين؟ محتاج لكلمه هارد اللي معناها بشكل مجتهد او باجتهاد او بجد، هارد. وطبعا احنا عارفين ان هارد دي يا اولاد، وهي هارد كده تنفع صفه وتنفع ظرف بدون اي اضافات، انما هو هنا بيجيب لي ال والواي هنا عشان يلخبطني، وطبعا انا هستخدمها هنا كظرف عشان يوصف لي طريقه عمله، بيعمل ازاي؟ بيعمل بجد. نمبر 4 بيقول لي when they heard، يعني لما سمعوا من the bad news الاخبار السيئه، they were very sadly، كانوا ايه؟ يبقى انت اكيد هنا محتاج صفه عشان توصفهم، كانوا عاملين ازاي؟ sadly بشكل حزين طبعا لا، ده كانوا ايه؟ زعلانين او حزنه يعني، وبالتالي هنستخدم الصفه اللي هي كلمه ايه؟ sad. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه لو كنت بتشاهدنا لاول مره، ولايك للفيديو، تعمل شير للفيديو بحيث انه يوصل لاكبر عدد من الناس وتفيد غيرك. ولو عندك استفسار او طلب بخصوص اي حاجه ما تنساش تسيب بي كومنت، وان شاء الله هرد عليك على طول. واستنانا بقى في الفيديو القادم واللي هنحل فيه الاسئله اللي موجوده على الدرس الخامس والسادس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.